وش ذا الطلعة تأخرنا؟ ترى تونا بدري، شوف الساعة 7. لا يا شيخ، اليوم ويكند، تلقى ما في مكان الحين. طيب مو مشكلة، مر البقالة خلنا نشتري الأغراض. من جدك أنت؟ كلم كفتة وشوف ايش يجيبونها. طيب. هلا شكوش، بالله وانتم جايين اشتروا أغراض من البقالة. موية، ثلج، كيك، عصير، مكسرات. لا يا شيخ، ما بقل تقول لهم جيبوا لحاف ومخدة. كنسل كنسل، الحين مر البقالة وناخذ الأغراض اللي تبيها بسرعة وندزها. لا تأخر، عجل. يا شباب لا حد يتأخر، ها الأغراض كلها معنا، وأنا وياسر بنسبك ونفرش ونضبط الأمور، لا تتأخرون. من جدك أنت؟ السلة فاضي، يلا يا أخوي تأخرنا على العيال. مو هو بلازم مكسرات، أمش خذ أي شيء، خذ أي شيء يا ابن الحلال. أمسك، أمش 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 أمش. أطيب موية، أمش، هذه موية، أمش. معليش اسفين الحين. سلم معليش، تبتسم بعد انت وجهك؟ ايش فيك من اخوك؟ اسف من اخوك، السياره الان بطلعها، ابشر. لا يا شيخ اسف، وين اصرفها ذي؟ اسف وين اصرفها؟ انت وش اللي حصل خير؟ حصل خير من اخوك، خلاص اركب سيارتك كنت. انت وش اللي تامر عليهم؟ وش اللي حصل خير وتامر؟ وش فيك انت يا برودك؟ تلطع الناس هنا، تسكر على الناس سياراتهم، وش فيك انت؟ حبيبي هدي هدي، السياره عليها الخشم، اطلعها الان ولا يهمك. انت شكلك مو شاب، خلاص طلع سيارتك من اخوك، طلع امشي امشي. خلاص اركب. كذا زين يا شباب، كذا زين. ايوه تقول الله لا يسفهنا. يا ربي ضحك السريع، موقف ذا ما انساه. عاد غريبه ما قد سواها، انا كمان استغربت بس قلت ايش مذا، مشي والله ضحك. كذا زين يا شباب. اي يا ابن الحلال زين ما شاء الله، بس انت اقعد اقعد. صبرك ترفع صوتك انت، ترى طالعين نستانس ونستمتع. ها تتذكر تركي يضيع جوال حقه؟ تخيل زي تذكر تضيع عنه الرحلة. تسلك لي أنت، تسلك لي. شوف الهوا، شوف الهوا، وشلون يضبط الشوي؟ وش فيك أنت؟ خلنا عدل الموتر. شوف تركي ما شوف تركي، هذا اللي فالحين فيه. هل الرحلة دي يا قاتل؟ أنا خلاص لما قلنا ما صدقك. إيه أنا بعد ما صدقك قلت يلا. حسنا حسنا. ما تحب تنظف الغمارة؟ أقول كذا ممتاز، لا يكثر بس لا يكثر. ها شفت ليفربول كيف؟ تكسير روز، ما مني تكسير روز. والله ما توقعتها منه مرة. يلا يا عيال خلونا نجهز العشاء، يلا بسرعة. وش عشاء؟ تونا بدري يا ابن الحلال. تستهبل أنت وجهك، يبي له ساعة ونص. وش فيك أنت ما تفهم؟ إيه فقي، أنت إيش مقرمشة كذا؟ أسكت أسكت خلاص. إيه وش اللي أسكت؟ جاي نستانس حنا. وين قدر الضغط؟ سيارة كفتة. يلا كفتة. كنت جالس تاكل، قم جبت قدر الضغط، قم. قام يلا رح. الحين يا عيال تجيكم أحلى كبسة، بس زي ما اتفقنا ياسر، علي الكبسة وعليك الشوي. تم. عطني عطني الملح، عطني الملح. الملح اتوقع يا عامر ان نسينا الملح. تستهبل انت وجهك، شو اسوي عشان الحين؟ عادي كل السعوديين لا طلعوا البر ينسون الملح. لا يا شيخ تنكت انت وجهك، تنكت. لا تخرب الجلسة، ايش فيك؟ ترى نسي ملح، دحين كفته ينقز يجيب ملح. انا اللي الحين بنقز بروح بيتنا، والشرع علي اللي اطلع مع مبزره.